اتخدعنا فيه، دخل بالخداع واحنا يقبط ناس مسلمين وطيبين وصدقناه، وقفنا معاه في 30 يونيو. وما كنتش بحب ان احنا نقول الكلمه دي علشان ما يتقالش يعني انتوا وقفتوا جنبيه تقوموا كمان بقى يعني بتقولوا احنا وقفنا جنبك، لكن دلوقتي انا بقولها له، بقولها له لان شايف فيه الخيانه، شايف فيه ان الايد اللي اتمدت له ايد اللقباط واللي سببت انه قاعد على كرسي مصر النهارده، مصر الفرعونيه الاصيله العريقه، يجي عليها اليوم ان يقعد على كرسيها انسان بهذا المستوى. قاعد نشر لي صور لي وهو بيضحك على الاخر وبيتمايل يمين وشمال والقبض بتتدبح. هم دول اللي جابوك ومكنوك، وعشان كده ده المر من الاخوان بسببك. النهارده سايبهم يتدبحوا وانت قاعد تضحك. أسوأ رئيس جمهوريه.